السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم، أسعد الله صباحنا وصبحكم بالخير واليمن والبركات. عودا حميدا مجددا من داخل متحف السعادة، متحف القبطان، متحف الطحف، متحف الإبداع. نحييكم ونرحب بكم. النهاردة بنقدم لحضراتكم كما عودناكم وأمتعناكم وأبدعناكم على كل ما هو جديد وحصري في عالم التحف، في عالم السعادة، وحش من الوحوش الكورية، كيا سبورتاج 2022 فول أوبشن سيجنيتشر 0 كيلومتر. بسم الله ما شاء الله، سبورتاج 2022 بلزقات المصنع بالكامل. شوف مع بعض بلزقات الشركة بالكامل بالباركود بتاعها. بسم الله ما شاء الله، سبورتاج 2022 سيجنيتشر ما شاء الله. شوف إنه الإبداع يا سادة، قبطان السعادة. ونقول مقدما ألف مليون مبروك لصاحب النصيب وسعيد الحظ ما شاء الله. سبورتاج 2022 زيرو كيلومتر، تحف السعادة الممنوع من العرض وتحدي، ممنوعات القبطان. نشوف مع بعض فيديو سريع من جوة العربية. بسم الله ما شاء الله، إنه القبطان. وإذا حضر القبطان كل يجي بالأحضان ما شاء الله. شهر 2022 يعني من شهر واحد ما شاء الله. العربية بالكياس المصنع كلها، شوف شكل الستيرينج مع بعض، أحسن إحساس في الدنيا كده. بسم الله ما شاء الله، زيرو كل حاجة يا جماعة بالباركود. هنا الديجيتال كي، بسم الله. تحف السعادة ملهاش إعادة. هنا الكراسي المتحركة، طبعا احنا عملنا ريبيوهات كتير جدا على السبورتاج، بس حبينا نعمل على دي لون طبعا مميز جدا جدا. بسم الله ما شاء الله. لسه اللزقات بتاعتها، اللون يا جماعة خيالي، شامبين ولا محصر سيلفر، لون في النص بينهم ما شاء الله، يعني حاجة من التحف. سبورتاج او كيا بمعنى اصح نزلت اوبشنات كتير واشكال كتير، بس بصراحة في السبورتاج خاصة عملت الوان جديدة جدا، منها اللون ده، منها اللون الزيتي. قبطان السعادة ملوش إعادة، منتظرونا إن شاء الله في حلقة جديدة من حلقات قبطان، ونرجو من الله دائما أن نكون عند حسن ظن حضراتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.